أتقدم بالشكر لإخوتي في مجلس الإرشاد ولإخوتي في مجلس الشورى ومن وراءهم من المؤمنين والمؤمنات على ثقتهم التي وضعوها في هذا العبد الضعيف، حيث انتخبوه أمينا عاما لهذه الجماعة المباركة. هل أقول لست أهلا لهذا المقام؟ أنا كذلك، ولكن اعلموا أيها الأحباب أن أدنى أخ أو أخت في هذه الجماعة يمكن أن يسير ليس حركة ولكن يمكن أن يسير دولة. لماذا؟ لأن المواصفات الأساسية في التسيير متوفرة والحمد لله، من الصدق والإخلاص وتحمل المسؤولية ونكران الذات، الأمور التدبيرية تكتسب. في حين وأتذكر هنا كلمة قرأتها عن الإمام المودودي رحمه الله، أن أكبر رئيس دولة لا يصلح أن يكون بوابا في الدولة التي ننشدها لانعدام هذه الشروط الأساسية لتحمل المسؤولية، من حفظ الأمانة ونكران الذات وتحمل المسؤولية والحرص على المصلحة العامة.